أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك على الحق المبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله
كذبوا بآياتنا
ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم يروا وكلنا
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير من جاء بالحسنة فله خير منها وهم ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن
وأنا أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.